هالفعل؟ مروان ما لقيت انا حق بدك تطلقني. حبيبي شو رح حدا تحكي معقوله؟ هي كل حياتها غنبة مشان امك ما يصفي لها شيء من شيء غنبة غنبة. وابو قصي وام قصي ونشا وبكي والعنب كل حياته ما رح يجي بعدني لانه وضعي نفسي ما بيسمح لي استقبله. وبكري معقول بكري بضل هون بعد مشكله كل حياتها؟ اول واحد رح اسببه هو. شلون؟ اول ما رح يصير طلاق رح تضرب بخوانيه وبهدله وقول له يلا احكي لك حدا ما رح يزعل مني ليش انه انا ربطت نفسي سيء ما هيك؟ والجيران نفس الشيء بيجوا لعندي بقلعهم كمان ما رح يزعلوا لاني بوضع نفسي سيء مزبوط؟ مزبوط. وامك نفس الشيء بحجه انه ما بصير تجي لعندي عشان شو تجي تساوي مش عشان حلال وحرام. طيب على ذكر الحلال والحرام مو حرام عليك تعمل فيهم هيك؟ شو عم بعمل فيهم؟ يعني في صدمه نفسيه رح تصير ولا انت رح تطلقني؟ ندى المشروع اللي بين ايدي بده 10 ايام اقل شيء ليخلص ليخلص. طيب بس انا ما بدخلني. طبعا انت ما دخلك. وين بدي اروح؟ بدك تضل اليوم. شلون؟ ندى انت من وضعك نفسي تعبان فبدك تطلع على الاديه كم يوم غير الجو. انت ما بطلع على الاديه تجي لهم. اها مش لاني معي برونتو. شو رح تخليني افوت لشو مرجع كيف خير شو صاير بس ليكون لسان البربريسي لسمح الله شو بقي عندنا الكلوب انا بالبربريسي انت بالبربريسي لك في خلايا شو في خلايا في خلايا اسمع ليكون بدنا نعرف في حالاته ان شاء الله يا رب اصلك اخوي بعده ما خرج ما فشل بس عيونه ما يطلع على السكه بس عيونه بعد بدك تعرف عيونه بالله يا شو بدك تتالي بدك تتالي بدك تتالي بدك تتالي بدك تتالي
كان يوم المنى تبعي، بس انا جايك بموضوع خير. انت يا اخي مروان عن حقها حلفت يمين طلاق على اخي ندى، وانت اشتغلت على الموضوع؟ بك شو نسيت انه انا رئيس مجلس فنايه؟ واذا رئيس مجلس فنايه بدك اعرف ما بشخص اللي عندي ببيت؟ صحيح. ولكن بحكم الجيرة انا حبيت انه اعرف الشيء. وشو دخل الجيرة بالموضوع؟ انا دق عليك الباب وقلت لك شو عم تسوي؟ لا. ها شو رايك معناتها؟ انت شو رايك؟ انا رايي انه انا ما بفتح لحدا انه يتدخل بالقصص اللي عم تصير جواك. وانا رايي انه انت ظلمت اخي انا. لا ما قلت انا ما بسمح لمخلوق يتدخل بيني وبيننا. طيب اخي نوان معك حبة سردين دين؟ دحك بقى. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا بك يا ايزابيلا الحمورة. مادموزيل ايزابيلا، بدي اطلب منك خدمة صغيرة اذا بتريدي، اذا ممكن. تفضلي انسة جميلة، انا اسمعك. توفي بقى انت مثل ما بتعرفي بنتي متخانقه مع جوزها مثل ما حكيت لك قبل شوي. نعم اعرف، لقد قلت لي هذا. بقى جوزها قلعنا كلياتنا من البيت. شفتي هذا صهري؟ يخرب بيتك، انا بقصد يخرب بيته. شو قال الاصل؟ لم افهم ماذا تقولين. عم اقول انا انه ليس لنا بالمستقبل القريب مكان نقعد فيه، يعني قلعنا ما عاد في إلنا أرمي نقعد فيها. اذهبي إلى الفندق. فندق؟ إيش بدهم يحكوا علينا الناس بعدين؟ نقعد بالفندق؟ وماذا ستفعلين الآن؟ عم قول يعني أنه بدي إجي أنا وابني سامر على بيتنا، نقعد هون موقت بينما تنتهي المشكلة. أي البروبلم؟ هنا؟ مستحيل. ليش يعني بقصد ليش مستحيل؟ يعني واي؟ أمبوسيب. أنا عندي امتحانات ولا أحب أحدا أن يزوجني. سيد روكي، يعني اسمح لي أسألك سؤال. تفضل سأل. يعني أنت إذا تجوز رشا ومتأكد من بها بدك تعملي مثل ما عملت مع ماضي بلدها؟ هذا سؤال يتعلق بأمور عائلية، لا تحشر حالك في مرة ثانية، فهمت؟ مجرد سؤال. لا هذا مو سؤال، هذا اسمه حشرية، وإذا تسأل سؤال مرة ثانية عيونك تنتين ببصلك يا روح، فهمت؟ مفهوم. أستاذ روكي، الله إذا تجوزت الرجاء ولا سمح الله لك شفره وبعيد يعني وتقاتلته طلع عمي طلع عروان وارتقمنا ده؟ أنا انت سألتني ولا رح جاوبك. خلال ثلاث عدات انتو اثنين بتكونوا طايرين من هو، فهمتوا ولا لا؟ واحد اثنين ثلاثة ولا ربي منك له. أنا عامله من الجاب عم بسيون شاي كمان. شو بس اقتنعتي بحالي؟ ايه بس انت ما جاوبتني. بكرة إذا اعتدنا قلعني مثل ما عمل مروان عدا. سؤالي من أساسه غلط. ها غلط. بنزل. شو كان روكي عم يدي بعقلك؟ ما في شيء، كان سألت سؤال بسيط. شو هو السؤال؟ سألته أن زبكرة قاتلنا زي الأكامي مثل ما عمل مروان عدا. شو قال لي؟ قال لي سؤالي كله غلط. أنت شو قلتي له؟ ها غلط. بس؟ لا وقال كمان أن الحموات بعد الزواج كشفوا عن لا أنت سارقة. الأزواج هنا اللي بيكشفوا عن أنيام وزهيرين، كان هيك عمين مع جوزي ولا هلا جوز بنتي مروان بدر الدجا. بمفهوم الجواز برميل أول عسل وآخر بصل، بصيروا مثل الدراكولا. أمك هون. إيه تفضلي. طبعا بدي تفضلي، أنا هي غيرك ولا تفضل تعالى. أمي جوعان كثير. إيه لحظة طول بالك علي، بدي أسلوب هي الحكاية. تعال نسلبها. جوعان
حنصير نروح ولا مني أنا متأكدة إنه حنصير نروح ما في أكل بس بدنا نسوي نجرب حظنا روح ماما روح رشا روحي استخدمي الاكل يلا يلا شو قلتي لي قصاي؟ شو قلنا انا استخدم الاكل؟ طيب انت مين عم تحكي؟ من الشارع ماشي سبقيني على المكتب نص ساعة بكون عندي عم بستناك لا تتأخر انا لا لا مسافة طريق بدك شيء؟ مع السلامة خير شو خير العالم بيقولوا من اول صباح الخير صباح الخير خير كنت قدام بيحكي مع كريتين وعلى باب صار حكي لهم عفوا شو بسمح لنفسك تدخل بدون لا احكي ولا دستور انت اللي عم تضطرنا نتصرف هيك تصرف شنو بقى بشو اذيتك اصلا انا شو قال لك اولا انك تقرر الطلاق من طرف واحد يعني من طرفك هذا اذيه لي ثانيا بهدلتنا وقلعتنا من بيتك بكل وقاحه شي تاني فتحت جعورك علينا هيك نحن ما حكينا ولا كلمة ليش؟ لحتى ما نزيد المشكلة مشكلة هلا فايت نص بيتي وعم تتدخل بأموري الشخصية والعائلية وبدك أنا بل ساكت شوف نحن ما عم نتدخل بحياتك نحن بدنا نحل مشكلة صعيب بارح سكتنا لأنه كانت ندى بالبيت أما هلا عم بقول لك إذا ما بتروح وبتبوس إيدها والشرفة بقول لك إنه أنت واحد قليل وجدان أبو قصي أنا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة أبداً مو على كيفك تسمح ولا تسمح إذا ندى ما بترجع اليوم تأكد ما حتلاقي لصاحب البناية كلياتها لأنك ولا بلا ما أحكي خاطرك راح شباب ليشك متضايق ما سمعتي شو حكى يا فندي؟ إيه ما حكى يعني في حدا داعي لعملتك؟ يا مدام ما بدي اقول لك بابا بطل في اللي بطل معي قبل تقاويتي مني طب انت ما شفت شو عملت معي انا من لا لما اخذت من هذا الامور على وجهي شو دخلت بشكل صحيح لنزعج بس انا بروح للمدير انه عم يبيع مشاريع وبنعمل شغل لك احسن خليك تربى هيك بيرجع لصوابه اختي انا ما بدي اقول انت اللي لك شو انا انه انا حماته بفكروا اني انا حاطه عطاطه وما حدا بيصدقني بيقول لانه انا دعيه وبنت انا لا سنكون شوف بدي اهل على أنا بدأ على بيت أبو قصي نحن نفوت أنت بتفوت بتحكي معه في كل التالي ماشي حاوي ليكي روح أنا حاول هاي آخر مرة يعني قبل ما نبدأ نرجع ماشي أوكي جيران على اساس وعايشين كم سنه إنا مع بعضنا اخي انا لي علاقه غيره تامرنا بشي ثاني شوف استاذ مروان نحن بنحترمك لانك جارنا ولا تعمل برز بصل ترى نحن كلنا بنعرف انه وضعك تعبان وعلى الارض يا حكم بقى يستر على اختك تخنت انا إيه انت شو مفكر حالك يعني اخي زمانه اخوك ابو محمود زعيم الكشاشي بدويد عرب عمل نفس الفيلم تبعك هو حزير شو عملوا بكشاش بولاده بحمي مدين بدك حكايتنا أنا عبد الفير من الدامه بطلنا نحكي معه تعرف شو عملت؟ هات نشوف شو عملت؟ شو عملت؟ رجع على مرته ورجله فوق راسه
بقى حضرته احسن من زعيم الكشاشي تبعنا. هات شو بقول لي هلا عم تشبهني الي انا لصاحبك هذا زعيم الكشاشي؟ صاحبي يا ريت صاحبي يا ريت هذا محمود زعيم الكشاشي وصار ما في ابن مره بيسترجع فرات قدامه. سكوت بتكون امك دعت لك ليله القدر اذا شبهوك فيه. قال حرب دام الاول يا رب. هلا اختصر وقل لي شو بدك. ايه استاذ مرعوب انا يعني بعرف انك مهندس وفهمان وخزنه علم وعين الله عليك ولا تعمل بروز بصره تفهمه بتروح بتصالح الندى وبتعتذر له وتنتع حالك من الندى تلقى بتجيبها والا شو؟ والا يعني ما بتعرف انت كل كشاشه تعمم من اللي بتعرف على نفس المستوى. ايه ما عاد يقول لك مرحبا خاطرك. ايه استاذ مروان استر على الاخطر زين الامور على مهلك وعلى رواق. انا قاعد عن جارنا وحبيب قلبي ابو صيد رئيس مؤسسه الفضاء. لك شو معقول؟ فرحانه؟ طبعا فرحانه مو شايف لفيف الجيران كلهم علي؟ لك لا نسالني انا على الارض. ليك مروان لا تبرر لحالك سيكون مرحبا بكل كلمه. شو بدك قد تاني؟ هو كذا مرة بتلاقي احنا بنكون مع بعض نطيح معي بالهادي وتانيا ما احنا بننشر رصيدنا ونسخ قدام الجيران وعلى عيون خذ بالي خذ يا حبيبي يا مروان صحيح انت بدك تصير متعلم وانا ما بتعلم بس انا ضليني مرتاح لانه انا ضحيت مشانك عشان تتعلم وتصير مهندس. بك يا تحكي صحيح لانه انت كنت بمدرسة كسلان كسلان. صار في مرات لك لما بتكون معي بتحكي غير حالاتي. شوف برا شوف عمال بحكي معك انت وقتها درست عيب الشاب لك يا حي وما نقدم مسؤوليه لا تتجوز وتبهدل حالك وتبهدل بلد الناس معك. انا ما بدي اقدم مسؤوليه انا ما بدي اقدم مسؤوليه. مين اللي عطاها فقال لي كل الوقت عم بدور على شو اللي حيعمل علي فهمان انا كان ما فهمت عليك. لك يا اخي قلت لك انت حبيبتك وبدك تتجوز وانا اخليني اتجوزك امرنا الله. قلت البنت بدنا سؤال ونحن نعمل اختيار لك خيارك معك. بطل يا خطرك وما تجوزت انا كل اللي على بعضك مش شايفها. كمان ما فهمت عليك ان شاء الله عمرك ما تفهم. الله يسامحك الله يسامحك بس شوف هون هلا الله ما تنزل على حمص تستسلم من مرت اخوي لانه هي حبوبه بتهيلي وبتعطي الجهه وبتوفي والا بوصل خبر لامك وابوك ساعتها يا ويلها من ظلامك. ما فهمت عليك لك يا حبيبي يا مروان يا حبيبي لازم تفهم علي انه انا اخوك ولك بكري انت العواطي لا شغل اللي عملتك لي شو عملت؟ ايه وبعدين مع مروان غضب الوالدين ما يدرى غضب الوالدين ما يدرى فيا رضا الله ورضا الوالدين. لك هدول عقول شو بدي تشحن مكتبوها او انت تختفي اكثر شو بدي تشحن يلي منع يصير بلد العالم ما رايحين على المدنيه. لك شو بدك شو بدي تشحن موضوعنا؟ لك يا مروان يا حبيبي لك في 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 كلمة العالم تتحمل العلم موجود عندها في البيت ولك اخ انا ما بس افض علي ابدا ما بس افضل الند علي ابدا. ممكن احد رجع الحلال لانه ما عاد تحملها وكمان انا حابب اقول لك انه هي باصل ما متحملتها لك. لك خرجت تحكي معي الماني ما بفهم عليك. لك هي مرت اخوي بنت ناس وعالم بنت ناس وعالم. لك شو بدنا نعيش مع بعض عليك بعدين يكفي يكفي انه فضلتك عن هذا بدل تدير ملياردير وانت واحد اندبوري شحاط معك لطط. قوم من اللي عمشت يوم رايح مع اني ما فهمت عليك بس لا ترجع معزز الكرم على هذا البيت قص على راسك وانت صار عليك انه فلتت برغيك وبالدرس او المهندس قال. واستطلع انك تفع ايدك لوتش انت يا جامع يا متعلم يا مهندس. بكري شوف انا درست لحالي والهندسة كملتها لحالي واشتغلت لحالي ما عندي استعداد بدون يجي واحد عواقي شرب احسانها يعني معلم علي فهمت؟ اخي ما فهمت علي اذا فتحت معي بالصيني بالتايواني بالهندي بالنيجيري ما فهمت علي ما فهمت علي خاطر. مروان ليه معصب؟ بكي معه حق بكل كلمة قالها. شو جننتي انتي؟ مروان انا ما بفهم عليك. بس كمان هذا الاستاذ مروان بدنا نستاذ مروان بدنا نطلع بسرعه.
ولا يهمك ولا تخاف منه تقي. نعم اسمح لنا استاذ بابا. رشا يلا ماشي خير. شو قلتوا كمان؟ شو بدنا على اساس حضرتك ما بتعرف يعني؟ اذا جايين تحكوا موضوع هذا فرجاءً تقعدوا ساكتين لانه اللي فيني مكفيني. مكفيك؟ ليش حضرتك شو فارق معك؟ ابو صي اياك تتجاوز حدود الادب معي. انت اللي لا تتجاوز حدود الادب مع بنت عمي، فهمتوا ولا لا؟ ولا راقي حتى انا لا تقولوا لا. كلمة لا ما بتسمع على لسانك. هي أولا. ثانيا بترجع مرتك اليوم على الناية، وإلا ما لك عدد كله هي الناية. لوكي شو تأخرتك؟ شو صيت؟ لا ما صيت، بس تصرفك غير رومانسي مع مرتك رح يكلفك كثير. ولا كنت بتقلع من وقت أحسن ما عملك شفتين. يلا يلا لا طالع لي خلي بقول بعمل منك مليون شفتين. اضربوا روكي، هذا ما بتدفع مع رومانسيه. اتركوا كرمال خاطري. شو مالك خاطر عباك؟ ماشي مرامي ماشي كرمالك. بحلتكم هالمره. اسمع، بتروح على حمص اليوم وبترجع مرتك بكل رومانسيه وبكل احترام، وانا بعمل منك فلافل. فلافل؟ ايه فلافل. هذا السواد لانه عم بتحب وعشق وغرام رومانسيه، وبالاخير طلعت واحد تافه ومتخلف. في عليك انا تافه ومتخلف وتفي عليك؟ ايه انت تافه ومتخلف. انا تافه ومتخلف وتفي عليك يا رب قصي؟ لك لا ترفع صوتك، لا حماد لا ترفع صوتك. شوف اذا بدك روح جيبها نحن كلياتنا بنروح معك. يلا شو مسحي؟ لك شو في مسحي؟ لا تسحي لا تسحي، بالحب ما في حياه. امشي لروح جيبها لنهدا. يا برافو رشا. لو ما خاطر اختي ندى بس يلي هي احسن منا وما بهون عليها فيك كنت عملت لك بلازم. حتى انت انت ما بتضايق اكلات النوم سالسكوها عليها. ايه ايه مظبوط. هلا انت انت اخذتي ولا شفت؟ يا جماعة في لكم عندي مفاجأة كثير حلوة. هلا وقت مفاجأتك انت الثاني ناقصنا. ندى حبيبتي 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 ماما اشتقت لك. اشتقت لكم كلكم فردا فردا. رشا قصي جميلكم رغم صار كل حياتي. روكي بكري سنجور ابو قصي شكرا. انتم جدعان فعلا جدعان. انا بحبكم كلكم. امي بحبكم. عجل ماما عجل صراحة. لا تركوا لحاله لا ضميره لا نفسه. انا ما بدي اياه. امي لو تعرفي قديش تشرشحت وتمررت على قراراتي وتغلبت. صار رجعتلكم رجعتلكم امي يا حبيبتي. اللي صار انا معي هي القصه من زمان. انتوا طلعتوا ولادك صور بس وتبررت المسؤوليه. اخي منك بس لو سمعتي كلامي وتجوزتي بدر الدجا احسن من بدر الدين احسن من بدر الدجا.
نعم. ده محتي